يشارك وفد الشعبة البرلمانية في أعمال المؤتمر الكشفي العربي 28 المنعقد في سلطنة عمان تحت شعار الكشفية والارتقاء بالبيئة وصون الطبيعة، والذي يستمر حتى 10 نوفمبر الجاري. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد فؤاد الحاجي، عضو مجلس الشورى، رئيس وفد الشعبة البرلمانية إلى المؤتمر. مساء الخير سيد فؤاد، وبداية لو تحدثنا عن هذه المشاركة في المؤتمر. مساء الخير إلى تلفزيون البحرين والمشاهدين الكرام. المؤتمر هذا المؤتمر 28 اللي ينعقد في سلطنة عمان في مسقط، وهو مؤتمر عربي شامل، وتشارك معنا بعض الدول الآسيوية والدول الأوروبية في الموضوع الاهتمام فيه بالبيئة والمشاكل البيئية وما يحدث فيها من تغيرات فيها. وكوننا في لجنة المرافق والبيئة مهتمين بشؤون البيئة، وهذا من صميم عملنا، فحضورنا كان معاهم وكاحنا أعضاء في الاتحاد الكشفي العربي إلى الحرص على سن التشريعات المتقدمة والمواكبة لحماية البيئة، لأن نحن نعاني من الإهمال في سن هذه التشريعات التي لابد أن تغطي الجوانب الناقصة والثغرات في القانون. طرحت ورقات، عدة ورقات عمل، وكانت كلها مداخلات من الأعضاء والمشاركين، وكان من المداخلات هذه أن سن التشريعات بحد ذاته لا يكفي، الثقافة لابد من ترسيخ ثقافة البيئة لدى النشأ، ولابد إدخالها في مناهج المدارس، ولابد نشر الوعي بالحماية البيئية لما له من أهمية يعني دائما يعني على مستوى الوطن العربي أو مستوى منطقتنا في الخليج، لأننا معنيين بالأمر، يعني نعاني من تضرر في البيئة، في بيئتنا البحرية وبيئتنا البرية وبيئتنا البحرية بالأخص اللي هي مورد رزقنا، يعني مورد يعني اعتمادنا في سلسلة الطعام الغذائي وغذائنا هو البحر، واللي أصبح إلى الآن يعني كل مثل ما يعرفون وتعرفون المشاهدين كم تعاني البيئة البحرية عندنا في الخليج من تلوث، زيادة ملوحة، تسرب من ناقلات النفط بين غاز، تسرب نفطي وملوحة زيادة من مكبات اللي هي الملح من محطات تحلية المياه الممتدة على سواحل الخليج. الحمد لله احنا نشكر سلطنة عمان على دعوتنا إلى هذا المؤتمر، ونتمنى من الله التوفيق إلى كل المشاركين ولنا ولا شعوبنا في مجلس التعاون. نعم، ونحن بدورنا نتمنى لكم التوفيق. سعادة السيد فؤاد الحاجي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.